يعني انت بتمثل بقى النادي الاهلي ورئيس بعثة النادي الاهلي، يعني شفت ازاي استقبال المنظمين هناك لاسم النادي الاهلي في البطولة؟ لا الحقيقة هو من البداية يمكن يعني اللي احنا بنسعد بيه برضو ان النادي الاهلي يعتبر هو النادي يمكن الافريقي الوحيد والمصري الوحيد اللي كان جاي له الدعوة دي للبطولة، ويمكن حتى الفرق العربية اللي موجودة هي كلها من الامارات، يعني من المكان المدينة اللي احنا بنلعب فيها. بخلاف بقى الفرق التانية كلها فرق يعني ليفل ايه، يعني الفرق اللي احنا بنتكلم في برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، تشيلسي. فطبعا ان انت بيجي لك الدعوه زي كده، دي اللقطات والصور. دي كنا في اخر يوم بقى، احنا كنا يعني الولاد كانوا مضغوطين جدا بصراحه، يعني كل يوم كان فيه زي ما كابتن فتحي وكابتن جلال قالوا سرجادو كان فيه ماتشين وثلاثه في اليوم، فطبعا ما لحقوش يشوفوا اي حاجه في دبي خالص. فاحنا يمكن اخر يوم لينا قبل الطياره بثلاث اربع ساعات عملنا كده جوله سريعه يعني برده في دبي، بحيث يعني يشوفوا برده شويه يكسروا حاله التعب اللي والارهاق اللي كانت عندهم يعني. حصل حوار بينك وبين سرجادو في الفتره طبعا. لا انا حصل حوارات كتير زي ما بقول لك كابتن، يعني من بدايه وجودنا الناس مرحبه بينا جدا، ناس يعني اهتمام بالغ بالنادي الاهلي. دي صوره جماعيه بعد دي صوره كده دي بعد التتويج مباشره في الملعب، فكان فيه اهتمام قوي من البدايه. حتى بقى احنا برده معانا كان في دبي سبورتس كونسل اللي هو مجلس دبي الرياضي، اللي كان استاذ احمد هو اللي ماسك مدير الاكاديميات مدير الاكاديميات الرياضيه في مجلس دبي الرياضي. فاحنا البطوله دي بتنظيم مجلس دبي الرياضي وبتنظيم برده سلجادو هو ماسك المدارس الاسبانيه في دبي، يعني هم عاملين اكاديميات اسبانيه في دبي كده مدارس كوره، هو سلجادو اللي ماسكها. فكانت بتنظيم من الاثنين، والحقيقه هم كان في اهتمام زي بقول لك كبير جدا، وده رئيس بعثه برشلونه برده. برشلونه حصل حوار بينك وبين برشلونه اشد، انا عرفت ان اشادوا بعض اللاعبين عندنا في النادي الاهلي. هو بص حضرتك احنا قبل المباراه يمكن تبادلنا مع بعض الاشعارات الانديه والنادي الاهلي ونادي برشلونه. هو جالي بعد الماتش يعني، هو انا حتى بعد الماتش كنت متضايق جدا ان الولاد خسروا في جيم مش فير، يعني هم كانوا المفروض كان النتيجه تبقى احسن من كده يعني. لكن يعني الحمد لله، يعني هو قدر وما شاء فعل. هو جالي بعد الجيم قال لي انا بحييكوا، انتوا فريق محترم جدا وفريق قوي جدا ولعبتوا جيم كبير، والنتيجه دي كتيره على الجيم، يعني نتيجه 3-0 دي كانت كتيره على الجيم. فبس وتاني يوم برضو قابلني تاني وقال لي يعني احنا فاتحين باب للنادي الاهلي، بنرحب بيكم في اي وقت، تجوا لنا زياره لنادي برشلونه، نوريكم السبورتس فاسيليتيز عندنا هناك، يبقى في تبادل خبرات بيننا وبينكم. ما احنا بقى بنتكلم يا كابتن اسامه ان انت مكاسب الرحله مش فقط في المباريات طبعا. الحمد لله انا بشكر يعني كابتن فتحي مبروك وكابتن جمال السيد حقيقه، لان هم عاملين تيم محترم جدا. الولاد اخلاقيا قبل فنيا هايلين، يعني انت بتحكم على الولاد مش جوه الملعب. يعني انا شخصيا انا حكمت عليهم من قبل ما اشوفهم وهم بيلعبوا، في كلامهم، في طريقتهم، في التزامهم، في حاجه، في امور كتير. فهم الحمد لله اخلاقيا وفنيا اكتر من هايلين، وده يعني نتج عنه اشاده ناس كتير زي سلجادو اشاد بيهم جدا. قال لي فعلا كذا عنصر منهم متميز، مدربين بتوع برشلونه اشادوا بكذا عنصر من الفريق بتاعنا، رئيس بعثة برشلونه، مجلس دبي الرياضي، كل الناس الحمد لله كانت بتشيد جدا ببس. ممكن النادي الاهلي يا دكتور سراج يفكر انه يعمل بطوله عالميه زي دي هنا في مصر، خاصه ان احنا كمان يا كابتن فتحي ما شاء الله عندنا ملاعب مهيئه وملاعب كويسه جدا.